أستاذة سحر. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور عمرو؟ فضل ونعم، الحمد لله. الحمد لله، ربنا يزيدك إيمان يا رب. قول لحضرتك دلوقتي، ابني كان عامل حادثة، وآثار الحادثة ده اتوفى. الله يرحمه يا رب. اللي كان ماشي على سرعة، متعدي السرعة بتاعته، راح جاي نفره مات، وأثر البتاع ده ومشي، والكاميرات مصورته على الطريق. سؤال حضرتك ايه؟ اتعمل محضر وكده، فاحنا بقى عايزين نعرف دلوقتي، في محامي قال ممكن نعمل تعويض، قال التعويض ده حلال ولا حرام؟ هي المسألة مش مسألة بس تعويض، انت اصلا انه ابننا لو ان هو كان الراجل ده سايق في سرعة ازيد من السرعة، ودوت مش هقدر اتكلم عنه، ده اللي هيحدده محضر النيابة، المحضر وهيحدد كل الكلام ده. انما ان احنا ناخد تعويض وناخد الدية، ده جائز اذا كنا مستحقين، ولا حد يقول لكم حرام عليكم تاخدوا تعويض ابدا. هذا حلال وهذا من حقكم اذا كنتم مستحقين لده، بناء على محضر، وبناء على الحكم اللي هتصدره المحكمة. طبعا انتوا لو مستحقين طبعا تاخد الامر ده، وده حلال، وقد يكون من الضروري ان انتوا تعملوا كده عشان تاخدوا حقكم وحق اولاد الشخص ده لو كان هو اولاده قصر. ايوه خلاص، ده هو عريس ما لسه ما خلش. ربنا يحفظ، ربنا يجعله ان شاء الله في مستقر رحمتي، ويجعل له في يجعله في رحمه وفضل ونور وبركه يا رب العالمين. لا، ما تسمعيش كلام الناس دي، وكلام الناس دي مش صحيح.